نصفهم كما هم، هذول موجودين عندهم مشروع وهو نفسه ألا وزير تعتقد الداخلية. أن هذا التصريح خطير؟ يعني عندما نقول ليس لديهم تنظيم لكنهم يؤيدون التفكير الداعشي، هنا نجد أنفسنا أمام موقف، يعني إذا هناك أعداد كبيرة لا تنتمي إلى تنظيم وتستطيع القيام بما قاموا به هؤلاء الإرهابيين دون أن ينتموا إلى التنظيم. أنا أيضا مرة ثانية بدي أوصف الواقع كيف تركب، يعني أنه كل هاي الكفاءات العالية والتسليح العالي وتخزين الذخائر والقدرة على المجابهة بمثل هاي المهنية العالية والاحترافية والشراسة في القتال، بدليل الخسائر العالية اللي في كل العمليات الإرهابية اللي قاموا فيها نشامى قواتنا أجهزتنا الأمنية، واجهوا خسائر من الشهيد، بديش أذكر أسماء من عملية إربد حتى من نثير أشجان الأهالي وأسرنا وشعبنا الأردني، من عملية الركبان إلى إربد إلى البقعة أو البقعة، لأنه كمان بدناش نثير حساسية أهلنا في البقعة، هي عين الباشا في الواقع. إلى الكرك إلى إربد إلى الفحيص إلى السلط. طيب يعني هذول الناس كيف استطاعوا أنهم يجابهونا وكيف استطاعوا انهم يتسلحوا ومنين دخلت الاسلحه؟ انا بدي اعرف، يعني كمواطن من حقي اعرف، انا وكعسكري ايضا انا بتساءل، يعني الذخائر منين تيجي؟ الاسلحه المتطوره منين تيجي؟ القدره على المجابهه منين تيجي؟ اذا العمل هو في شيء اسمه الذئاب المنفرده، بمعنى هذول الناس تلقوا تدريب وجزء من تنظيم، لكنهم الان ما في قياده وسيطره، يعني يخضعوا لأوامر وتعليمات. لكن أيضا في تصريح وزير الداخلية نفسه بيقول إنه لقينا عندهم جملة من الأهداف. نعم. طب الجملة من الأهداف يعني منين اهتدوا؟ جملة من الأهداف ولا يريد تحديد أين كانت أهدافهم. ربما هذا التصريح مقلق أيضا. بدون شك، يعني هو ما بده يثير فزع الناس، لكن جملة من الأهداف، إذا في أهداف، إذا في حد يعني عنده رؤية استراتيجية وبيخطط للأردن، في عنده مشروع يكمن خلف هذا الدور وهاي المهام. اثنين، يعني هذول موجودين في مدينة زي السلط، يعني في البداهة في الحد الأدنى من المعالجة والإدراك، بعرف أنا السلط كل الناس بتعرف بعضها البعض، عشائر وأسر كلها، يعني بعرف قاسيها دانيها. كيف يستطيع هذا العدد الهائل من الإرهابيين أن ينمو ويتكاثر ويزدهر في معرفة مسبقة؟ وبالمناسبة هذول دخلوا ومضوا على تعهدات بأنه عدم ممارسة دورهم كإرهابيين أو نشاطهم العسكري. أنت تقول دخلوا من أين أستاذ الكريم؟ هذولا رجعوا من سوريا. لكن هو قال أنهم جميعهم أردنيين الجنسية وليسوا عائدين من سوريا كما يشاع. يقول زي ما بده، هذولا عادوا من سوريا. ما احنا في بداية حديثي أنا ليش استخدمت الإرهاب الوظيفي؟ لأنه هذولا بتحركوا وفقا للسيناريو والمشروع الأمريكي. هلا بنيجي في سياق الحلقه. نعم، مين اللي ابتكر هذا المشروع؟ نعم، من ابتكرهم يعني. ومن يدعمهم ويتبناهم. مين دعمهم؟ مين تبناهم؟ ليش يستهدف الاردن؟ ماذا يكمن خلف المشروع؟ نعم. ليش بيقوموا بالعمليات في هذا التوقيت بالذات؟ ليش بالفحيص؟ وليش بالسلط؟ وليش في 700 واحد ارهابي بالسلط؟ وبعدين في عمليه الكرك كان في ناس من السلط، في عمليه اربد كان في ناس، وبعدين كلهم اردنيين. وين اجهزتنا الامنيه؟ وين الاستخبارات المسبقه؟ سنسال ذلك مع الاستاذ محمد. استاذ محمد، أين الأجهزة؟